بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا تاني يا شباب سكيلز فور اول دوت كوم. هعمل لوجن الايميل اللي متسجل على الموقع عندي. باسورد لوجن تمام، وهقول له ماي ليرنينج. ناخد الكورس بتاع البايثون اسينشالز 1، بايثون اسينشالز 1 اهو. هو طبعا بقى تسجيله كان 2/6 2 يوليو يعني، ونهايته 3 سبتمبر. ده باي ديفولت الافتراضي يعني، ممكن اخلصه قبل كده بس اخره 3 سبتمبر. نعمل ريزوم. احنا كنا طبعا في الموديول رقم 2 قربنا نخلصه، كان الجزء بتاع الفاريبلز هنتكلم فيه ان شاء الله. نشوفهم مع بعض كده يا شباب. خلصنا الاوبريتورز امبارح، علامات الخاصة بتاعة الجمع والطرح والضرب والقسمة وهكذا. طبعا عايزكم يا شباب اي كويز اي سمري تجاوبوه يعني، خلصوا كل المحتوى للاخر. نبدا بالفاريبلز. يعني ايه فاريبل الاول؟ بسميها ازاي؟ ازاي انشئها؟ ازاي اديها قيمه واستخدمها؟ ده اللي هنتكلم عنه النهارده ان شاء الله في عجاله يعني. فاريبل الترجمه الحرفيه ليها متغير، سواء هنا مستخدم تعريف لطيف قوي بيقول عليه ايه؟ داتا شيبد بوكس او بوكس، يعني كأنه بيقول ايه، صناديق مشكله او لها اشكال معينه لحفظ الداتا. كان بيقول لي انا عايز اسجل الداتا بتاعتي، انتم امبارح خدتوا عمليات حسابيه، طب ناتج العمليات الحسابيه ده هل دايما اظهره على الشاشه بامر برنت لحظيا، ولا ممكن اكون محتاج اخزنه في فاريبل، اخزنه في صندوق، اخزنه في كونتينر عشان استخدمه في مكان تاني، ولا كل مره برنت برنت؟ مش منطقي طبعا. فنشأت الحاجه لان استخدم الفاريبل او الداتا كونتينر، يعني من اسمه كده متغير، يعني قيمته ما هي ثابته زي ما كنا بنكتب امبارح برنت 2 زائد 3 قيم كونستانت. لا، ده انا هشتغل على حاجات حسب ما المستخدم ما يحب او حسب ما العمليه ما تؤدي الى يعني. يا شباب بصوا بقى يا شباب، بيقول دلوقتي البايثون عشان يعمل فاريبل بيحتاج يعمل حاجتين للفاريبل ده، بيحتاج يديله اسم وقيمه. احنا اتفقنا الفاريبل مش اكتر من كونتينر هيحفظ لي الداتا بتاعتي، حاجه بتحفظ لي البيانات او المعلومات بتاعتي اخزنها فيها. تمام، الحاجه دي لازم يكون لها اسم ولازم يكون لها قيمه، لازم يكون لها اسم ولازم يكون لها قيمه. التسميه ليها شروط وقواعد، اما القيم زي ما انت عايز تحط جوه الكونتينر ده، تحط جوه انتجر، تحط جوه فلوت، تحط جوه سترينج، هو ما عندوش مشكله خالص. تغير المحتوى بتاعه كل شويه عادي جدا، زي ما تكون شنطه ممكن تحط فيها اي شيء، تحط فيها النهارده كتبك، بعد كده شلت الكتب وحطيت مكانها هدومك، بعد كده شلت الهدوم حطيت مكانها ازازه ميه، ما عندوش مشكله خالص في الفاليو. لكن الكلام على النيم، النيم اسم الفاريبل، في شروط وقواعد لتسميه الفاريبلز يجب الا نخالفها، لازم نلتزم بيها. ايه هي الشروط يا جماعه؟ دول ان الفاريبل لازم يبدا بحرف، ما ينفعش يبدا برقم. يبقى لو حبيت اعمل فاريبل اسميه مثلا فيرست نيم، اوكي، ما ينفعش اقول 1 وبعد كده فيرست نيم، ما ينفعش ابدا برقم، لا لازم ابدا بالفابيتك بحرف ابجد. وبيقول ان في حاله خاصه هي الاندر سكور اللي هي الشرطه المنخفضه، بتعامل معامله
النص، يعني ينفع الفاريبل يبدا باندر سكور، ما فيش اي مشكله خالص، لكن يبدا برقم لا. هل الفاريبل يفضل ان هو يبقى في حروف كابيتال وسمول؟ حسب. يعني حسب، يعني لو حضرتك عايز تعمل فاريبل مركب زي كده مثلا، فاريبل بيستقبل منك الفيرست نيم او النيم، يعني فول نيم زي ما يكون، او الايميل زي ما يكون يعني، فنفترض فيرست نيم، فينفع تعمل الفاريبل بالشكل ده كده فيرست، ما ينفعش تاخد مسافه، دي غير مقبوله في التسميه، لكن تستعيد عنها بايه يا شباب؟ الاندر ايه؟ اندر سكور، عشان تميز الكلمه عن بعضها. يبقى ما فيش مسافات في اسامي الفاريبل، وما فيش ايه كمان؟ ما فيش انه يبدا برقم، ما ينفعش. انا عايز اميزها عن بعضها ان الفاريبل اسمه فيرست نيم، حاجه من الاثنين، يا اما استخدم الاندر سكور اقول له فيرست نيم بطريقه، او في بعض الناس بتعمل طريقه غريبه شويه، لما تيجي تسمي فاريبل ايه في كلمتين، خلي الكلمه الاولى سمول تبدا بسمول، والثانيه هل تبدا بكابيتال، ده عرف كده متفق عليه يعني، دي كده برضو ما فيهاش مشكله خالص، لكن ما ينفعش اعمل كده، منظر ده كده غير مقبول ولا كده، ما ينفعش ابدا بايه؟ رقم، لا غير مقبول تماما. يعني ما ابدا بيها يا شباب، ابدا بحرف. طب هل ينفع ابدا باندر سكور؟ اه دي حاله خاصه مفيش مشكله. لما تيجي كمان تسمي الفاريبل، طبعا لازم يكون اسمه، يفضل يعني يكون اسمه قصير، اسم الفاريبل قصير ومعبر عن دوره، يعني اسم الفاريبل فات فيرست نيم معبر عن انه بيستقبل اسمك. لو عايز اعمل فاريبل ثاني بيستقبل اسم الاب يبقى لاست نيم، لو عايز اعمل فاريبل يستقبل السالري يبقى اسميه سالري او نت سالري صافي يعني، وهكذا. تمام، ندي شويه امثله هنا كده لفاريبل نيمز ونقول كل دول كوريكت، وبعد كده هوريك امثله لفاريبلز ثانيه هقول لا دي مش كوريكت. بصوا معايا كده يا شباب، ده فاريبل اسمه ماي فاريبل، مش اي مشكله خالص، لان المفروض مسافات وبدا بحرف بدا برقم. طب ينفع يبقى في فاريبل اسمه اي بس كده، حرف اسمه اي؟ اه مش مشكله. طب ينفع يبقى فاريبل حرف ال؟ عادي. ينفع فاريبل تي 34؟ اه تمام، طالما بدا بحرف بعد كده ارقام مفيش مشكله خالص. ينفع يعمل فاريبل زي ده كده؟ اه ينفع، طالما حط فاصل في الاندر سكور ما خدش مسافه. فاريبل اسمه كاونتر، فاريبل كبير شويه يعني ثلاث كلمات حط بينها اثنين اندر سكور، دايز تو كريسماس مش مشكله. ذا نيم از تو لونج اند هاردلي ريدبل، ده اسم فاريبل، تخيلوا عمل فاريبل سميه كده، سمى كده، واضح ان اسم الفاريبل ينفع يبقى اسمه طويل شويه ما فيهوش اي مشكله. ده للناس اللي بتنسى يعني، عايز يخلي الفاريبل معبر عن المعنى فكتب كل ده اسم الفاريبل، مش هيبقى فاكر ان هو بيعمل ايه. بس مش مستحب على فكره. ينفع فاريبل يبقى اسمه اندر سكور بس؟ اه اتفقنا، الاندر سكور تعامل معامله النص، يبقى ده كله مقبول مفيش اي مشكله خالص. طب تعالوا نشوف امثله ثانيه لاسامي فاريبل مقبوله ولا مش مقبوله. ده كده اسم فاريبل باللغه الفرنسيه او الاسبانيه او الايطاليه، ما اعرفش بقى الرموز الخاصه دي بتبقى بتاعت انهي لغه يعني. واضح انه مقبول، بيقول لي هنا دول كوريكت. هنا مثلا برضو لغه زي الفرنساوي، هنا لغه مش عارف زي الروسي. ايه ده؟ هو ينفع الفاريبلز تبقى فيها الفابيتك ابجديه غير الانجليش؟ اه ما فيش اي مشكله خالص، طالما راعيت المعايير اللي قلنا عليها. بدات بحرف، الحرف ده بقى لاتيني، الحرف ده ايطالي، اسباني، الماني، روسي، ما عندوش اي مشكله خالص، المهم حرف ابجد. وطالما ما فيهوش مسافات في اسم الفاريبل لكن في اندر سكور تمام، ومش بادئ برقم، يبقى الدنيا زي الفل، ما فيهاش اي مشكله. انتوا سامعيني ومعايا يا اولاد ولا في مشكله؟ معايا كده شباب ولا في مستر؟ مشكله؟ نعم مستر، هو اتفضل. ممكن يقبل العربي ولا لا؟ حلو لو قوي كتبت السؤال. اسم الفاريبل بالعربي. هو على الكلمتين اللي فاتوا المفروض اه، بس هو الحقيقه بيقبل اللاتن الاجنبي، بيقبل الحروف الاجنبيه، تمام. ما بيقبلش الكومبلكس سكريبت، مع انه قال لنا هنا اسباني والماني ومش عارف ايه والكلام ده. معايا يا بنتي؟ اه تمام. طيب تمام، دول بقى انكوركت، دي اسامي فاريبل مش صحيحه. طب ده مش صحيح ليه يا شباب؟ ده كده ليه ده مش صح؟ عشان بدأ برقم،
زي ما علشان كانوا في الرقم في البداية أول برضه. الكلام. طب هنا عشان رقم في أول اسم الفاريبل. طب ده غير مقبول ليه؟ لأنه ما بدأش بحرف وبدأ برمز اللي هي الاكسكليميشن مارك، علامة التعجب. احنا اتفقنا العلامة الوحيدة اللي ينفع تبدأ بيها الأندرسكور. وده غلط ليه يا شباب؟ اسم الفاريبل ده مش صح ليه؟ اللي هو عشان الاكسبلي داتا، المسافة، ايه الغلطة اللي فيه؟ المسافة. مسافة برافو عليكم، مش مسموح بالمسافة. تمام. هنا بيقول لكم ان في جايد كده دليل خاص بالبايثون بيشرح فيه امثله لطريقه الاكواد القياسيه. في فرق يا شباب بين المعايير اللي لازم تلتزم بيها، انك ما تبداش برقم ولا علامه خاصه وما تحطش مسافات، وبين المبرمجين اشتهروا ان هم يشتغلوا ازاي. يعني مثلا النمط ده كده مشهور قوي عند المبرمجين، ده مش ده، مع ان الاثنين صح، لكن العرف اللي هم اشتغلوا عليه المنظر ده كده، اللي هو لو كلمه مركبه ما بيحطش اندر سكور ساعات يعني، ويخلي اول حرف سمول والكلمه الثانيه هي اللي يخلي اول حرف كابيتال، ده عرف لكن مش قانون ملزم. فالجايد ده كده ممكن لو فتحته تلاقوا فيه شويه مستر، هو ليه كده ما ينفعش من يبدأ النوع ده. برقم؟ الشروط بتاعتهم كده، طريقه يعني طريقه اللغات على فكره، مش البايثون بس كده، كل لغات البرمجه ما بتبداش برقم، ما بتبداش رقم خالص. ايه السبب؟ ده سؤال مهم قوي ممكن الصوت ندور عليه بيقطع يا كلنا مع مستر. بعض. ليه؟ ليه؟ حاضر، هو سؤال جميل جدا، انا ما اعرفش بجد ليه، لكن كل لغات البرمجه فعلا ما بتبداش برقم، بترفض البدايه برقم. ايه السبب؟ فعلا ما مستر اعرفش. لو سمحت، اتفضل هو المحاضرة دي اتفضل. مسجلة عشان النت عندي ضعيف. مسجله يا بنتي، مسجله ان شاء الله. وحضرتك هتبعتها على الواتس؟ هبعت لكم محاضرة امبارح ومحاضرة النهارده ان شاء الله. شكرا لحضرتك يا مستر. طب بعد اذنك يا مستر ممكن نخرج؟ شكرا جزيلا. اتفضل اتفضل. انا كده كده مش هطول برضه يا شباب. طيب احنا اتفقنا الفاريبل ما ينفعش يبدا برقم، ما ينفعش يبدا بعلامه خاصه ما عدا الاندر سكور، ما ينفعش يبقى فيه مسافات. في حاجه ثالثه كمان غير مسموحه بي مسموح بيها في تسميه الفاريبل، انك غير مسموح بانك تستخدم الكيوردز، الكلمات الخاصه باللغه نفسها. يعني لغه البايثون ليها كلمات بتاعتها هي، بتاعت الكود بتاعها هي، لغتها هي، ما ينفعش انت تستخدم الكلمات الخاصه بيها كاسامي فاريبل. يعني مثلا كلمه فولس واف كابيتال دي خاصه بالبرنامج نفسه، خاصه بالبرنامج نفسه، ما ينفعش انت تعمل فاريبل اسمه فولس. طب ينفع تعمل فاريبل اسمه فولس بس الاف سمول؟ ينفع، لان لغه البايثون فيها صفه انها كيس سنسيتيف. يعني ايه كيس سنسيتيف يا شباب؟ يعني الكابيتال غير السمول بالنسبه لها. نفس الكلمه ممكن تكتب كابيتال ممكن تكتب سمول، يبقى كان دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص. يبقى ثاني، الكلمات المحجوزه بتاعت اللغه خاصه باللغه نفسها مش مسموح انك تسمي الفاريبل باسمائها. ما ينفعش تقول فاريبل اسمه ترو والتي تبقى كابيتال، ينفع تعملها ترو والتي سمول، هيقبلها ساعتها، هقول لك لا دي حاجه ثانيه. كلمه نان اللي هي بالان الكابيتال دي لا، كلمه ديل لا، لكن عملتها ديل دي كابيتال يقبل، عملتها ديليت كامله ماشي ما عندوش مشكله. كلمه ايلس غير مقبوله، تمام. ال اف دي كلها اسمها كلمات محجوزه للغه، غير مسموح ليك انك تستخدمها كاسامي فاريبل. ماشي يا شباب؟ بص المثال ده كده بيقول لك من ضمن الكلمات المحجوزه كلمه امبورت، الاي سمول ولا كابيتال؟ اي لور كيس سمول. يعني معنى كده ان انا لو عملت فاريبل وسميته امبورت برضه بس الاي كابيتال هيتقبل؟ اي اتقبل، يبقى الكلمه المحجوزه هي بنفس هيئتها. لو مكتوبه سمول يبقى مش مسموح لك تستعملها بالهيئه السمول، لكن لو عملتها بشكل مختلف في حرف كابيتال او يقول لك ماشي دي كلمه ودي كلمه ثانيه، عشان من صفات البايثون ان هو كيس سنسيتيف. يعني كيس سنسيتيف يعني اللغه دي الكابيتال بالنسبه لها غير السمول. كابيتال لو كتبت له مصطفى الام كابيتال وفاريبل تاني سميته مصطفى برضه بس الام سمول، هيعتبرهم تو فاريبل مش فاريبل واحد، بيعتبر الكابيتال حاجه والسمول حاجه. ازاي بقى اعرف فاريبل؟ ازاي اقول للغه البايثون انا معايا فاريبل؟ بصوا كده المثال ده، جاست تكتب اسم الفاريبل وتدي له قيمه مش اكتر من كده. ده فاريبل سماه فار، كتب اسم الفاريبل وبعد كده اداله فاليو فار ايكوال 1، يبقى في يا عم فاريبل في متغير احجز لي مكان في الذاكره بتاعتي لمساحه سميها فار، وبعد كده يسيبها فاضيه لا احط جواها القيمه واحد،
بعد كده عايز اشوف القيمه دي، رحت قلت له برنت فار، طلع لي الناتج الفار، الناتج بتاع الكود ده هيطلع كام يا شباب؟ يعني ده البرنت دي هتطلع ايه؟ طلع كده 1، طلع القيمه والفار. برافو عليك، اتفضل اتفضل. اتفضل يا شباب، انا سامع. معلش يا ياسر، الشبكه عندنا او عند منظمنا سيئه، عندي وعندكم يعني. اتفضل اتفضل، انا سامعك. الدقة على الشبكة عالية أوي النهاردة يا جماعة، عايزها بسبب بطء النت، الموقع سيء جدا في الشارع، مش قادر أعمل حاجة. بس هنكمل إحنا عادي إن شاء الله، زي ما قلت لكم مش هطول إن شاء الله. هيا يا شباب، ران هيطلع ناتج 1، هو الفار دي تخزن فيها 1، بعد كده بقول له برنت فار عبال ما يشتغل معاك المايك. نكمل مستر، هو انا ينفع اعمل دبل كوتس واكتب مثلا اللي هو اسم يعني الفار ده؟ يعني مثلا نفترض ان هو الرقم بتاع العميل مثلا، مثلا كلاينت نمبر، اكتبهم في دبل كوتس وبعدين اعمل كومنت اكتب ان هو يعمل برنت الفار، فيطلع الاسم بتاع الحاجه دي ويطلع جنبيها اللي هو الرقم بتاع الفار، صح ولا ايه؟ الله ينور عليك، هو المثال اللي انا جايبه ده اللي بعديه على طول هو بيقول كده. بص بص، المثال اللي نازلين عليه دلوقتي بيتكلم على اللي انت قلتيه بالظبط. عرف عرف فاريبل اسمه فار واداله قيمه اوليه كام؟ 1. وعرف ده كده اللي بعده ايه يا شباب؟ فاريبل ثاني، اهو فاريبل ثاني اسمه اكونت اندر سكور بالانس واداله قيمه كام؟ 1000. يبقى ده الفاريبل ده عباره عن ايه يا شباب؟ ده انتجر، وده فاريبل تاني نوعه ايه؟ فلوت، عشان تبقى شق 10. طب ده كده فاريبل تالت نوعه ايه؟ مين يقول لي؟ نوعه ايه؟ خد ايه هنا؟ سترنج اهو. سترنج. خد نص. سترنج. سترنج. والسترنج يتعرض ممكن نحطه للدبل برضه في كوتيشن. دبل كوتس. دبل كوتس او سنجل كوتس، اثنين واحد. بص بعد كده طلب ايه؟ قال له من فضلك اتبع لي الفار اللي هي زي المسلسل بقى هنا، يبقى نمره واحد، وبعد كده الكوميدي دي يعني بعدها يكتب، ها يكتب ايه؟ الاكونت بالانس، الرصيد بتاع الرصيد بتاع نمره واحد ده كام، بعد كده اسمي نيران. ممكن نعمل جنب كل واحده اللي هي السلاش دي وبعدين الان اللي هي الباك سلاش وبعدين ان، وحطها في دبل كوتس برضه علشان كل واحده تبقى في سطر لوحدها. لو عايزاهم في سطور مستقله ممكن تعملي ايه؟ سلاش ان، ان اختصار نيو لاين. برافو عليك، لكن في الحاله دي هو ما عملش كده، عمل كوما بس ففصل بينهم بمسافه مش اكتر، كوما عملت مسافه، فكانه بيقول مسلسل نمره واحد 1000، قيمه الحساب بتاعه 1000 واسمه جون دو، بعد كده طلب منه يطبع فار فكتب 1 تاني. ده مثال معايا؟ ده زي اللي انت قلت عليه بالظبط. تمام يا مس. ننزل نشوف اللي بعد كده. يقول المثال ده كده هيطلع فاريبل ليه؟ مين شاطر يقول لي؟ عشان الفاريبل اوله كابيتال وهو المفروض سمول. برافو عليك، هنا عرف فاريبل اسمه فار واداله قيمه 1، بس الفار ده سمول لور كيس. بعد كده بيقول اداله برنت اطبعي لقيمه فاريبل اسمه فار بس في كابيتال. هو انت جبت سيره الفار ده؟ ده اللي ابو في كابيتال ده لم يذكر، ما اتقالش قبل كلمه برنت هو ايه؟ ما تعرفش، فبالنسبه له ما هو برنت وات يعني. انت ما عرفتش الفاريبل ده، انت عرفت حاجه ثانيه مكتوبه سمول، فدي حاجه ودي حاجه. ففعلا لما اعمل ران هيقول لي ايه؟ يقول لي لا ايرور، ما ينفعش الكلام ده، نيم ايرور. يقول لي فار ابو اللي في كابيتال ده از نوت ديفايند، انت ما عرفتش الفاريبل ده. اتفقنا كده يا شباب؟ يبقى فعلا اللغه كيس سنسيتيف، يعني بيفرق معاها سمول عن الكابيتال. بصوا المثال ده كده وساعدوني فيه شويه، ده تمرين كده يا شباب. فاريبل اسمه فار واخد القيمة كام؟ القيمة دي ولا سترينج الأول؟ سترينج علشان فيها كود. برافو عليك،
برافو عليك، يبقى ده مش رقم، ده فار قيمه هياخد قيمه سترينج 3.8.5. اوكي، بعد كده طلب منه ايه؟ دي حاجه جميله قوي بقى، طلب منه يطبع كلمه من عندك انت، يعني الكلمه دي ما هيش متعرفه، كلمه انت عايزه يطبعها على الشاشه، ينفع؟ اه ينفع، ممكن ينفع اقول له برنت عايزين ماي نكتب نيم، عليها. اه اقول له اطبع الكلمه دي كده ونشوفوا بعض وخد مسافه، اكتب لي دي كده، بص بقى كمان زائد القيمه بتاعت الفاليو. الله، واضح بقى يا جماعه انك ينفع في جمله برنت او داله برنت تجمع بين عنصرين، تجمع بينهم بعلامه الزائد، تجمع بينهم بعلامه الزائد، عنصر مكتوب من عندك انت دخيل كلمه بايثون فيرجن وطلب بعض من عندك من هذا الذكر في البرنامج، عايزه تقطع وخلاص، وزود بعدها قيمه الفار دي 385. تعالوا ناخد الكود ده، كود الكوبي، ونفتح الكونسول ونرنه نشوف النتيجه بتاعتنا هتبقى عامله ازاي. اهي يا شباب، برنت كلمه بايثون فيرجن وطن في بعض، وفي مسافه كمان داخله، وبعد كده خدت قيمه الفار راح حطها لي زي ما هي. تمام، يبقى ينفع تماما انك تجمع بين في الداله برنت بين فاريبل قيمه الفاريبل القيمه اللي هو الفاريبل وحاجه ثانيه موجوده. الجزء ده هيبقى فيه تمارين كتير يعني. How to assign a new value to an already existing value. كلمة assign دي كلمة مهمة جدا 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 جدا. ممكن نرجع كده للسطر اللي فوق ونبص على الكود اللي فات ده كده. لما أقول له var equal كذا، يبقى أنت كده بتعمل إيه؟ بتعمل assign بالقيمة دي للفاريبل. يعني بتخصص القيمة دي تتحط جوه الفاريبل، كأنك بتقول احجز لي مكان في الذاكره اسمه فار، حط لي جواه القيمه النصيه دي كده، اساين القيمه دي. يبقى خلي بالكوا الفار ما بيساويش 3 علامه 8 5، مش بيساويها، لكن معناها انك بتخصص القيمه دي تتخزن جواه، خصص القيمه دي ليه، حطها لحسابه، عامل زي ما واحد بيشتري ارض كده، او بتسمعوا المصطلح ده كتير في الدوله، بيقول لك ايه؟ تخصيص ارض لبناء مسجد، تخصيص ارض لبناء كنيسه، تخصيص ارض لبناء مدرسه، تخصيص. يعني القيمة دي أو المساحة دي اتعملت لصالح المتغير اللي اسمه بناء كذا أو كذا أو كذا، مش تساوي، ده تخصيص، إن المساحة بقت معمولة بالغرض ده. هتفهموا قصدي كمان ثواني، ليه بقول عليها أساين مش إيكوال. بصوا كده يا شباب، بصوا الكود الجميل ده، حد يشرح لي الأربع سطور دول بيقولوا إيه بالظبط قبل ما أعملهم رن؟ يلا عايز مساهمة. المتغير فور بيساوي واحد، وبعد كده ان احنا هنطبع المتغير القيمه بتاعت المتغير رقم فور اللي واحد. هي واحد، وبعد كده يعني هما الاثنين هيساووا بعض، بعد كده الجمع زائد واحد، بعد كده نقوم طابعين قيمته. طيب حلو قوي، هنزود على الفاريبل ده واحد، ففي الاخر هيطبع اتنين، يعني اول نتيجه هتطلع واحد وثاني نتيجه هتطلع اتنين. طب جميل قوي. طب هو الكلام كلامكم كلكم صح، هو الاول عرف فاريبل اسمه فار، حط له قيمه اوليه كام؟ واحد، يبقى عمل له اساين بالقيمه دي. خلي بالك انا هخزن لك القيمه واحد جواك، وقال له اطبع لي كده الفار، فهيقول 1، هيبص في القيمه ويقول 1. يعني ايه بقى فار ايكوال فار بلس 1؟ يعني ازاي مصطفى يساوي مصطفى زي الواحد؟ يعني مصطفى يساوي مصطفى، فار يساوي فار، ازاي ده؟ دخلت له قيمه جديده، فهو اخذ الفاريبل ده اللي هو كان قيمته 1 وخلاه 1 بلس 1 اللي هو 2، وبعدين بقى هو طبع ده الفاريبل الجديد اللي هو النتيجة الجديدة اللي دخلت له فبقت 2. دي كده جملة الاساينمنت بتتوضح بشكل كبير جدا. هو الفار كانت قيمته الاولانية واحد، لغاية كده الدنيا تمام. بعد كده بيقول له ايه؟ بيقول له ما بيقولوش ان فار تساوي، لا لا، بيقول له ان هاخد قيمة الفار اللي هي كانت 1 وازود عليها واحد تبقى 2، واخد القيمة الجديدة دي اللي هي 2 تبقى هي دي الاسايند جوه الفار، كأن هتمسح اللي جوه الفار القديم ال1 دي حط مكانها التو. تاني كده مستر، يعني كل فار جديدة بلس 1 مثلا، بس بص يا بنتي، هنا فار واخده قيمه واحده اوليه 1، فهي على طول فار بلس 1 هتبقى 2، على طول هتبقى كده. اللي قصدك عليه دي لما اعمل حاجه اسمها لوب 4 بقى، 4 انها تزيد كل شويه واحد ولا ايه، دي قصه هتقابلنا كمان شويه. بس الفكره ان قيمه الفار اتغيرت، اتخزن فيها او عملت اساين لقيمه جديده ليها. هي ايه هي القيمه الجديده دي؟ خدت القيمه اللي جواها كده على جنب، حطيت عليها واحد بقت 2، رحت واخد الاثنين دي مخزنها جوه الفار،
فبار هتطلع في الحاله دي 2، يبقى القيمه الاولى برنت دي هتطلع واحد زي الهي، برنت الثانيه دي هتطلع 2. مستر يعني لو احنا عملنا var equal var plus 1 يعني معنى كده ان القيمة الثالثة هتبقى 3؟ بص يا بنتي، الكلام ده اللي انت بتقوليه امتى؟ لو زودت هنا ان فار بتزيد كل مره بمقدار واحد، دي حدوته ثانيه، دي حاجه كده بصي اتعمل بالطريقه دي، تتقال فور فار مثلا اكتر اتعامل من باللوب يعني؟ باللوب، تقول له فار تساوي فار زائد واحد، يعني كل ما فار اكبر من الصفر زود عليها واحد، فيروح قايل فار تساوي فار زائد واحد، بقى كده بقت فار اللي هي اثنين يعني، بعد كده ياخد الاثنين دي ويزود عليها واحد تبقى ثلاثه، بعد كده ياخد ثلاثه، دي حاجه اسمها فور لوب، بس لسه ما خدناهاش دلوقتي، لسه ما مستر وصلناش. يعني ايوه انا كده لو اعمل ران للكود هيطلع لي نتيجة جديدة هيطلع لك ازيد واحد؟ لو عملت فور لوب هيطلع لك النتائج التاليه، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، لغايه ما تشوف فور انت موقفاه عند كام؟ هيدا له فور فار ايكوال كام لغايه كام؟ اقل من كذا واكبر من كذا. كده هيبقى طلع هتبقى النتائج لي كل واحد. الارقام. هو ده بنحتاجه يعني بنحتاجه في ايه الفاريبل ده؟ حلو قوي، في عمليات كتيره جدا، يعني انت مثلا لو عايزه تقولي ايه طلبها ازاي، هقربها لك يا ستي. لو ده برنامج بايثون بيتكلم على الضغط داخل غلايه، بيحسب الضغط اللي بيتم زي حكايه تشيرنوبل لما انفجر، كان حاجه زي كده على فكره، الضغط داخل غلايه او الضغط داخل خزان الوقود بتاع صاروخ، قيمه الضغط الاوليه بتبقى كام؟ والله قيمته بتبقى كذا بار، بعد شويه لما الوقود يتحرق اكتر بيزيد بمقدار كذا ثم كذا ثم كذا، اول ما يوصل لحد معين لازم اقول له ستوب، وقف تدي له غاز، وقف تدي له وقود، بره شغل نظام التبريد. فهمت قصدي يا بنتي؟ تمام يا مستر فهمت. كده. وعلى فكره يا شباب، الغلطات في الاكواد دي هي الاسباب الرئيسيه في الانفجارات اللي حصلت قبل كده، يعني تشيرنوبل كان غلطه برضو ان العداد او الكاونتر اللي بيطلع الضغط كان عطل، ما بقاش يدي القيمه الحقيقيه، فالضغط عمال يزيد وده ساكت بيقول لا الضغط زي ما هو. في صواريخ كتيره قوي انفجرت بسبب ان المعادله اللي طالعه من الكالكيوليشن في البرمجه ما كانتش دقيقه، ففرقت وخلت يعني الخزان ما يستحملش اختلاف الانفجار. فلا الكلام ده مهم جدا 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 لاقصى حد، والا ما كانوش عملوه. يلا يا شباب، حد يقول لي كده قبل ما هو يشرح لنا ويعمل تشيك، الكود الثلاث سطور دول بيعملوا ايه؟ او معناهم ايه الاول؟ عرف فاريبل اسمه فار واداله قيمه انتجر 100، بعد كده الفار هيساوي ولا هيخزن جواه؟ ما تتقالش يساوي، ما كان يساوي 100، اتخزن جواه 100، بعد كده هيتخزن جواه كام؟ ناتج العديد 500 500. ينفع الكلام ده؟ ينفع عادي جدا. الفار يعني كان مش بيستخدم، هيزود هيزود ال 100 بقى هيبقى 500. بص يا شباب، هو كان جواه 100، بعد كده هيتغير محتواه وياخد كام؟ هياخد قيمه جديده اللي هي الناتج ده 500، ال 500 دي هي يعني هو اللي هيتجاهل القيمة القديمة ويحط قيمة جديدة يعني. يعني ممكن اقول كلمه اوفر رايت، يعني هيمسح القديم ويكتب القيمه اللي بعدها مكانه. تعالوا نعمل لها كوبي كده، نحطها في الكونسول مع بعض، نمسح القيمه ده. يلا بينا ران. الناتج المفروض مستر يعني تظهر، هي هتبقى في الآخر 500 ولا 100؟ هتبقى 500، مش هي كانت 100؟ بعد كده رجعت وقلت له ايه، والله بص حط 100 زائد 200 زائد 300 كده، اجمعهم مع بعض والناتج بتاعهم، الناتج بتاع دول خزنه جوه الفار، خزنه جوه الفار دي كانك بتستبدل اللي جوه الفار بالقيمه الجديده اللي هنا، مش بتجمعه على القديم يبقى 600 يعني، لا مفيش الكلام ده في البرمجه. فهمت قصدي؟ ايوه مستر. جميل جدا، خلاص قربنا نخلص، مش هطول عليكم زي ما قلت لكم، نخلص الجزء بتاع الفاريبل لانه حيوي جدا جدا جدا. خدنا الفاريبل يا شباب، تعالوا بقى نحل مسائل رياضيه زي بتاع برنت، بس مش منطقي بقى اقول له برنت 2 زائد 3، ده احنا كده كنا بندردش معاكم، لا تعالى بقى نشتغل بقى ايه برمجه بجد.
الكالكيوليشن من خلال الفاريبل. بس برضو دي امثله بسيطه، لسه هيبقى في حاجات بعد كده اكثر عمقا. بص يا شباب، حد يحاول يشرح معايا كده الاربع سطور دول. عرف فاريبل اسمه ايه، قيمته 3 والثلاثة دي ايه، فلوت مش كده، 10. السطر الثاني يا شباب بيقول ايه، عرف فاريبل اسمه ايه، بي، خزن جواه القيمه كام، 4، وهي الأربعة دي فلوت. بعد كده عرف فاريبل ثالث اسمه سي، القيمه بتاعته هي مش رقم بقى، الناتج بتاع السي ده اللي هيتحط جوه السي ناتج من عمليه حسابيه معتمده على الفاريبلز اللي فوق. بتقول له ايه اس 2، ايه في نفسها مرتين يعني، زائد بي اس 2 على اس نص، اللي هي الجذر التربيعي. يعني بيقول لي الجذر التربيعي لايه تربيع زائد بي تربيعي. بعد كده بيقول لي طلع لي الرقم ده، طلع لي المنظر ده، طلع لي كلمة سي تساوي وجنبها قيمة السي. حد يقول لي الناتج كده بمجرد النظر؟ هياخد الاي دي اللي هي 3 يضربها في نفسها مش كده؟ مرتين تبقى 9، زائد البي اللي هي ب 4 يضربها في نفسها، ما ده زي الأس كده، تبقى 16. 9 و6 كام يا شباب؟ 9 و16 للاسف كام؟ 25. 25 اس نص يعني جذر 25 بخمسه. يبقى الاجابه هتكون كلمه سي يساوي 5 او بلس اور ماينس 5، اللي هو بقى شغال بنظام موجب او سالب يعني. تعالوا ناخد الكود كوبي كده نحطه في الكنترول ونبدا نرنه مع بعض. الاجابه انا بقول انها 5، معرفش حد فيكم عنده اعتراض ولا تمام. بس بصي بصوا، 5 مكتوبه ازاي فلوت، ليه فلوت؟ عشان اركان المعادله نفسها فلوت، 3 دي فلوت والاربعه دي فلوت، فلازم الناتج يطلع فلوت. سهله ولا في جزء منها مش واضح يا شباب؟ لا سهله. جميل جدا. ليه طلعت الخمسه فلوت؟ لان الاي والبي فلوت وكده. طيب نشوف مثال ثاني. مستر يعني احنا مش مضطرين ان احنا نعرف ان الاي دي فاريبل والبي فاريبل والسي فاريبل، هو اوريدي لوحده متعرف. احسنت. البايثون من ضمن مزاياه وخصائصه اللي بتخلينا نقول عليه انه لغه سهله، انك مجرد ما تكتب اسم حاجه وتديها قيمه يبقى دي البرنامج يفهم ان دي فاريبل ويفهم ان دي القيمه بتاعتها وخلاص على كده. بينما في لغات تانية عشان تعرف له فاريبل لازم تقول له ايه؟ تقول له انتجر، يعني تقول له نوع الفاريبل، تقول له انت مسافه ايه؟ يعني خلي بالك في فاريبل نوعه انتجر واسمه ايه، وبعد كده تدي له قيمه. في البايثون ما فيش الكلام ده، مجرد ما كتبت حاجه واديتها قيمه يساوي كذا دي فاريبل على طول. فالامر سهل في البايثون مش كده ولا لا؟ ابسط اسهل. طبعا يا استاذ بجد انا حبيت البايثون قوي، يعني انا حسيت ان اس سي ام ال دي ما طلعتش حاجه اصلا. انا عايز اقول لكم حاجه، اكتر حاجه هتخليكم تحبوا البايثون بجد الفصل الاول، في حته دردشه هيستوريكال كده عن البايثون، ان الراجل اللي كتب اللغه دي وكتب السينتكس بتاعها والقواعد بتاعتها كتبها وهو زي ما بيقولوا زهقان شويه في ساعات فراغه، شاف خلصها في وقت قليل جدا. هو مبرمج بس كريت لغه حاجه في وقت قليل جدا. قد ايه هي سهله بقى؟ سهله جدا. يعني هو كان بيلعب ازاي؟ زي كده، زي كده كانه كان بيلعب يعني. يلا بينا بصوا بقى الامثله دي كده يا شباب. يور تاسك بقى، دي ده واجب عليكم يا شباب، هو كتبه لكم اهو. كريتوا لنا فاريبل اسمائهم جون، ماري، اند ادم. كم فاريبل دول؟ 3. اوكي؟ هتكريتوا الثلاثه فاريبل دول. وهتدي لهم قيم، يعني ينفع يعني هتقولوا ايه؟ هتقولوا جون ايكوال، ادي له قيمه بقى ايكوال 5 مثلا. ايكوال ماي فاذر. اي قيمه يعني مش شرط قيمه معينه. يعني هديك مثال، بدل جون وماري وادم، تعالوا نكتب اسمائنا احنا كده، اسمائنا اللي نعرفها مثلا. مثلا مصطفى ده انا. صالح ده ابويا، محمد ده جدي، فانا ممكن اعمل ثلاثه فاريبل، اقول فاريبل اسمه مصطفى وادي له قيمه، ايه هي؟ فيرست نيم، ده اسمي ماي نيم، يبقى مصطفى يساوي وافتح كوتيشن واكتب ماي نيم، صالح يساوي وافتح كوتيشن واقول ماي فاذرز نيم، محمد واقول يساوي وافتح كوتيشن او سنجل كوت واقول ماي جراند فاذر نيم. عملت ثلاثه فاريبل كل واحد بيحمل قيمه ابوي، انا ابويا جدي، مفيش اي مشكله خالص. المهم هتجربوا بقى وتشوفوا المثال ده زي ما هو طالب بالظبط. بيقول لك جرب كمان تعمل فاريبل. مستر هو انا بحط لكل اسم قيمه من عندي؟
ما هو بيقول لك بص، هو اللي كاتب الكلام ده هنا. انت هتعملي الثلاثه فاريبل، هتقولي جون وماري وادم، وبعدين هسيبهم كده ولا هتديهم فاليوز؟ هو بيقول لك اديهم فاليوز، وان الفاليوز دي ماست بي ايكوال تو ذا نمبر اوف. لا ده عايز حاجه بعينها يا شباب، حقوا عليا، انا ضربت لكم مثل بحكايه اسمي واسم. لا هو بيقول لكم المثال هنا، هقوله لكم بقى. هتحط قيم ايه في جون وماري وادم؟ هيكون عدد الفروت اللي بيملكها كل واحد. يعني هتقولي جون ايكوال خمسه، يبقى جون معاه خمس تفاحات، ده المعنى بتاعها. ماري مثلا ايكوال 7، يبقى ماري معاها سبع تفاحات. ده المثال هو بيقول كده، هتدي له الفاليو يعني اللي هي عباره عن نمبر اوف فروت بوسيست باي جون ماري اند ادم ريسبكتيفلي على التوالي. اوكي؟ يعني انا التوتال ابلز دي ده المفروض فاريبل هدخل له اللي هو عدد التفاحات اللي معاه، يعني مثلا كان 5 و7 مش فاكره كام كده، تاني اعمل له 5 و7 بلس النمبر التالت مش فاكراه هو 7. عايز يعمل كده، عايز يعمل كام فاريبل كده؟ المثال ده هيبقى اربعه فاريبل اسمه جون، قيمته هتبقى عدد الفلوس اللي مع جون، تمام، خمسه سته سبعه. وماري هتاخد قيمه تمثل عدد الفلوس اللي في ايديها، ادم عدد الفلوس اللي في ايديه. وفي فاريبل الرابع هنسميه توتال ابلز، الكلام على التفاح بقى. توتال ابلز قيمته ايه؟ التوتال ابلز ده ايكوال ايه؟ اللي مع جون بقى بلس اللي مع ماري بلس اللي مع ادم، ده اللي عايزه. وبرنت بقى التوتال ابلز بقى، طلع لي الناتج. ده التاسك اللي مطلوب من حضرتك، وتكتبوه هنا في الكونسول وتطبقوه. فمن فضلكم انا عايز ده يبعت لي على الواتساب. بس نبعته على الخاص ولا على الجروب؟ والله على الخاص افضل، هتشوف كل واحد كده عملها ازاي لوحده. حتى لو كتبتيها بالورقه والقلم، او كتبتيها في الموبايل او على الكمبيوتر وعملت لها ران وطلع ناتج، اعملي سكرين شوت وابعتي لي سكرين شوت. يعني عايز اشوف تمام سكرين يا شوت، مستر. اشوف سكرين شوت مكتوب فيه الكود والناتج مستر بتاعه طب مطلوب. ممكن حضرتك تنزل الشاشة بس التقطها؟ عينيا حاضر، عايز اقول التاسك نفسه. طيب ثانية واحدة يا بنتي، هصغر نسبة الرؤية شوية عشان هو قايل قيم معينة فوق، عايزكم تقروا بقى ايه، نقراها كلها على بعضها. ثواني ثواني يا شباب، عشان صغرت الرؤية سنة. بصي هو بيتكلم كله على ابل، او ابل لاند دي ارض التفاح دي فيها جون. واحده واحده يا شباب، الاستوري هي مكتوبه قدامكم اللي هتحلوا بيها المساله. وانس ابون تايم، في يوم من الايام في ارض التفاح، حاجه فيك يعني. جون هات 3 ابلز، يبقى الكلام واضح. جون هياخد معاه كام تفاحه؟ ثلاثه. ماري معاها كام؟ 5. ادم معاه كام؟ 6. خلاص كده، صوروا بقى الوضع ده. شكرا لحضرتك يا مستر، العافية يا شباب، بجد صراحة حضرتك حلوة أوي. الله يبارك في عمرك يا بنتي، تسلمي. طبعا يا شباب مش عيب ان انا لو مش واخد بالي من الحل حاولت الاول اقول له فرجني على الاجابه، بس انا مش عايز ادوس عليها دلوقتي. انا عاجبني قوي الكلمه اللي مكتوبه دي، عارفين يعني ايه سامبل سوليوشن ماتش سوليوشن؟ يعني طريق، بيديني فكرة للطريقة نفسها بس مش بيديني الإجابة يعني كلها. وتعدل تغير في المهم يعني. تمام، هستنى التاسك ده يتبعت لي. شورت كات اوبريتور، شورت كات اوبريتور. بص يا شباب، في اوبريتور ليه علامه زائد ناقص في على يساوي، كل ده اسمه اوبريتور. بصوا كده السطر البرمجي ده كده مكتوب ازاي، اكس يساوي اكس في 2. يعني على حسب، لو دخلت له الاكس بواحد، لو دخلت له بواحد هيطلعها لي باتنين، دخلت تلاتة هيطلعها لي بستة، صح؟ لما اقول برنت اكس مثلا. سامعيني يا شباب؟ عشان النت اتحرك ايوه مني بس. طيب في البرمجه يا شباب المنظر ده غير مقبول. ليه؟ البرمجه الاصل فيها انها تخفف الجهد عنك، فانك تكتب اكس مرتين ده لا عيب قوي عليك. لا لا ايه ده؟ التكرار ده مش مستحب. قال لك لما يبقى في عندك تكرار من النوع اللي زي اللي فات ده اكتبه بالطريقه الاسهل. هي الطريقه الاسهل تقول له اكس تساوي اكس في وخلاص عليك. عايز تقول الاكس مضروبه في نفسها يعني. هوريها لكم دلوقتي حالا، كمان مثال، كمان في مثال تاني وبعد كده اوريكم هيكتبها ازاي.
هل الكود ده كده برضو فيه تكرار ولا مفهوش يا شباب؟ مستر الشير سكرين مش موجودة. الشير فصل، الشير فصل. حاضر. تمام كده؟ الكود اللي فات ده فيه تمام، الكود اللي فات ده فيه تكرار للاكس، والكود اللي بعده فيه تكرار للفاريبل اللي اسمه شيب. شيب يساوي شيب زائد 1. برضه هنا فيه تكرار. انا همشي معاه للاخر، كل ده اولد فاشن. هو بيقول لك ايه ده؟ ده دقه قديمه. هو مقبول مش غلط، بس ما بقاش يتكتب كده. يبقى انت مش دارس برمجه. لو رحت للشركه قلت لهم انا عايز اشتغل معاكم مبرمج وعندي خبره جامده قوي في بايثون، بدات اداك مثال وكتبت له بالمنظر ده كده، اكس تساوي اكس في 2، شيب تساوي شيب زائد 1، هقول لك لا ده انت مش يعني فاهم برمجه، بس ما اشتغلتش برمجه مع مبرمجين قبل كده. بص يا بص يا ابني، لما تيجي تكرر تتكتب بالطريقه دي، اكس تساوي اكس في 2 اتعمل كده، اكس اتكتبت مره واحده، والنجمه موجوده في الحالتين اهي، النجمه هي الاسترسك وتساوي 2، لكن الاكس ما اتكررتش. الكود ده معناه ان اكس مضروبه في نفسها بمقدار 2، يعني كده اكس في، من غير ما اقول بقى في اكس، كان اكس في اكس كام مره؟ مرتين. العرف كده. لما تحب تقول ان شيب تساوي شيب زائد 1، يعني شيب هتزيد 1، اتكتب شيب بلس شيب هتزيد، تقول بمقدار ها اللي هي يساوي 1. واحده واحده كده يا شباب، يعني واحدة الاوبريشن ثابته بس الرقم اللي بيتزود عليه هو ده اللي بيتغير. يعني عايزين نقولها كده، انك بتحط الفاريبل وراء الاوبريتور اللي هو علامه الضرب او القسمه، بس ما بتكتبش القيمه في نفسها. انت المفروض تقول له اكس في اكس، يعني انت عايز تقول له ايه؟ انت عايز تقول له في الاخر ان اكس تساوي اكس في اكس، صح ولا لا؟ مش ده السطر اللي فات فوق ده؟ اكس تساوي اكس في 2، يعني اسف في 2، اسف حقكم عليا، اكس مضروبه في 2 تساوي قيمة نفسها في 2، فتقول له اكس في، يعني ايه مضروبة في؟ ها؟ في 2. اكس هتاخد قيمتها القديمة مضروبة في 2، دي معناها. فلو اكس ب 3 تبقى اكس الجديدة هتبقى ب 6. تاخد قيمتها القديمة مضروبة في 2. هنا مثلا المثال ده معناه ايه؟ لو شيب تساوي 4 يبقى القيمة الجديدة لشيب هتبقى 4 زائد هتبقى 5. معلش هي غلسة سنة، بس يا رب تكون قربت. تاني السطر ده لا معناه، تمام. السطر ده معناه ايه يا شباب؟ ان قيمه اكس هتاخد قيمتها القديمه، اكس كانت ب 5، هتاخد اكس قيمه جديده. عباره عن ايه القيمه الجديده؟ تاخد قيمتها القديمه اللي هي 5 في 2، دي معناها كده هتبقى 10. تعالوا نجربها مع بعض عشان الكلام يبقى اوضح. مستر، لو احنا قبل البلس بنحط الرقم؟ لا بص، قبل البلاس على الشمال، يعني اسم الفاريبل. الفاريبل ببدا دايما بالفاريبل، بعد كده الاوبريتور، بعد كده بلس، واللي هيحصل بقى هينضرب في نفس، هتضرب في 2 ولا هيتجمع، هتتجمع على 1 ولا ايه؟ تاني هنا كده ان الفاريبل اكس هياخد نفس قيمته القديمه بس مضروبه في 2. هنا الفاريبل شيب هياخد نفس قيمته القديمه بس هتتزود عليها 1. اهو تعالوا نكتبها مع بعض عشان افهم. انا سبت سطرين فاضيين، يا ترى ليه؟ ليه حد يخمن؟ لازم ادي اكس القيمه في الاول علشان ادي القيمه للاكس، لازم اقول ان الفاريبل اكس ده ليه قيمه معينه، سواء مثلا 5 6 على حسب. بالظبط، كان بكام الاول قبل ما ينضرب في 2؟ كان ب 5، فيتغير بعد كده وياخد نفس قيمته اللي هي 2 مضروبه في 5، اسف مضروبة. ولازم شيب دي اكتبها تاني اهي، اس اتش لازم اقوله كانت بكام الاول. لو ما عملتش كده ممكن يعتبرها بصفر، فتطلع النتيجه يعني ملخبطه شويه في حاله الضرب. فدايما هنا مثلا دي بكام؟ خليها مثلا بواحد. الناتج لو عملت يبقى اول نتيجه هتطلع ب10 واللي تحت هتطلع ب2. ايوه تمام كده، 10 و2 كده اجابه تمام. بطيء شويه معلش، بس الاجابه المفروض كده تمام باذن الله. مستر، ممكن حضرتك تمسح التوتر زياده عشان ممكن يكون ده سبب. ممكن كلامك صح 100% فعلا، ده كلام سليم.
هي صح يا جماعة، يقين بإذن الله يعني. هو ما اشتغلش ليه؟ يا سلام يا سلام، انا نسيت يا جماعه، مش تركزوا معايا انتوا، انا مش مركز، انا ما خدتش بالي. هتبان ازاي من غير امر برنت؟ ايوه صح. هي اتعملت، الناتج اتخزن في الاكس القيمه الجديده وتخزن في شيب، انا مش شايفهم، لازم اشوفهم بداله زي برنت. ده اتعملت بدل مره مرات، وانا عمال اقول ايه وما بيطبعهاش ليه؟ مين اللي بيبين لي؟ هو اتعمل في الكواليس، يعني ايه؟ يعني حصل تغيير لقيمه الفاليبل فعلا، انا بقى اللي مش شايفها لان ما بقولوش اظهرها لي بالداله برنت. بسم الله وكده ان شاء الله 10 2 بس، شكرا. يا نهار ابيض، الحمد لله. خلي بالك يا جماعه، كل ما تشتغل بايدك اكتر تستفيد اكتر، تتعلم اكتر. انا كل تركيزي في المعادله، ما خدتش بالي في اظهارها، فالمعادله تمت والفاريبل اتغير، بس انا مش شايف اللي حصل، فلازم اشوفه ببرنت. برافو عليكم ما شاء الله، منور. عشان كده التطبيق العملي حتى لو المثال يبدو في ظاهره سهل فرق معايا. تخيلوا رتوش بسيطه زي كده ممكن تفرق معاك برضه وانت بتتقدم في شغل. لك يا راجل وبعدين، طب فين الناتج؟ تقعد انت تقول ليه وفين ماشي. ما شاء الله، الله ينور عليكي وعليكم كلكم. هخلص بس الجزء ده زي ما قلت لكم، ونكتفي نكمل ان شاء الله الجزء بعد كده بعد العيد ان شاء الله. ساعدوني بقى شويه في دول، حد يشرح لي دي ايه واختصارها عامل ازاي؟ يعني بصوا كده المثال ده، اي ايكوال اي بلس 2 تايمز جي، التكرار هنا في اي مش كده؟ صح ولا لا؟ صح. اي تساوي اي. طب هي الاي هتزيد، الاي هتزيد باثنين، هناخد الاوبريشن الاولاني اللي جنبها، يبقى هاخد اي بلس وبعدين نكتب 2 تايمز جي. بصوا يا شباب، في طريقه حلوه كده، برافو عليك، في طريقه جميله جدا. هيشطب الاي خالص وياخد العلامه اللي بعديها دي يحطها هنا جنب الاي الثاني، ويسيب باقي الدنيا زي ما هي اهي، اي بلس ايكوال، وساب الباقي زي ما هو. بس هو فاهم من جواه ان مش ما بيضربش الجي في 2 ولا حاجه، ان الناتج بتاع المعادله دي عباره عن ايه؟ عن قيمه الاي القديمه زادت 2 والناتج انضرب في جي، ده اللي هو عايزه. بس لازم نكون مدين قيمة للجي صح؟ والاي كمان. لا هي الاي معروف انها يبقى ليها قيمة، بس بتكلم على الجي لانها في المعادلة. ف في صوت؟ ما فيش صوت، مش سكرين ويف. تمام. معلش انا كل شويه الشبكه للاسف صعبه، يعني الشاشه ظاهره شباب زي ما هي؟ كده تمام. مش زهرة برضو؟ لا زهرة يا مستر. تمام زهرة. طيب الحمد لله، الحمد لله. المثال اللي زي ده كده، الجي هي المتكررة مش كده يا ولاد وشباب؟ يبقى يلغي واحدة منهم صح كده، وياخد الاوبريتور اللي وراها يحطه. والصوت وقف تاني كده بعدين وهكذا. انا شايف التعديل اللي محطوط في البايثون جميل جدا. النسخه دي معدله على فكره، ما هياش نسخه البايثون اسينشالز القديمه. ده في تعديل جميل جدا، حتى المحتوى المشروع بسم الله ما شاء الله رائع. خلي بالكم انا كل ده شغال من الكورس من جواه يا شباب، اهو زيكم بالظبط معايا. شويه امثله بقى زي الفل كده، هغلس عليكم واطلب منكم تحلوها كمان. هو اللاب ده اخر حاجه، يعني ده تمرين عملي غير التاسك اللي كان مطلوب منكم. مسألة بقى زي مسائل الرياضيات بتاعت سكرين. هيا حاضر. تمام كده يا بنتي؟ تمام؟ يلا يا شباب، كمان تاسك عايزكم تبعتوا لي الإجابة بتاعته. التاسك الجميل ده كده.
بيحكي لكم سيناريو الحدوته وتعملوا من خلالها ابلكيشن صغير كده او كود صغير. مايلز اند كيلومترز ار يونتس اوف لينث اور ديستانس، كلام منطقي. الميل او الكيلومتر دي من وحدات الايه، الطول او المسافات. بيرينج ان مايند ذات 1 مايل، حط في اعتبارك او في كل معلوماتك يعني ان ال 1 مايل ايكوال ابروكسيميتلي 1.61 كيلومتر، يعني الميل يساوي 1.61 كيلومتر. الميل قيمته 1.61 كيلو. Complete the program in the editor. Editor اللي هو تفتح ده كده وتكتب so that it converts miles to kilometers. Kilometers to miles. حد فاهم؟ ازاي يعمل converting؟ هو الصوت راح تاني؟ انا عندي روح بردك. ايوه الصوت راح. تمام يا شباب، كده ظهر تاني. معلش المشكله تمام. طب الحمد لله. طيب don't change anything in the existing code. ده الراجل هيديكوا كود جاهز على فكره اهو، ما تغيرش حاجه في الكود الاصلي اللي هديهولك، فقط اكتب الكود بتاعك انت في الاماكن اللي هو عامل لك عليها ثلاثة هاش، يعني هو هيبقى مديك كود جاهز بس جواه كده مناطق فيها ثلاث شباك. الحمد لله الحمد لله. انت بس هتمسح الثلاثة شباك دول وتحط ايه اللمسه بتاعتك انت، هي دي منطقتك. وطبعا لازم الناتج يطلع لنا كومبليت يعني. برافو عليك، كانه عامل لك مثال جاهز. وتفضل بقى حضرتك ايه، يا سلام على الجمال وعلى الروعه. المثال اهو يا اولاد في منتهى الجمال، كامل كل دور سيادتك وحضرتك انك تغيري دي لقيمه، يعني مايلز تو كيلومترز يعني ايكوال ايه بقى؟ ها طب ولو من كيلومتر الميل تبقى ايه؟ اساعدكم شويه. لا لا ما يبي يعني نشغل فيها الكالكليتر بقى. ماشي ماشي، هو هيضرب فوق يعني. طب بلاش احرق، بلاش احرق. ماشي. طب وعموما اذا المساله وقفت معاكم وده مش عيب، بس حاولوا السامبل سوليوشن اكيد. الله ينور عليك، في سامبل سوليوشن اهو هيشرح لكم هو المفروض تعملها ازاي. بس ليه رجاء مش عيب ان اشوف الحل لو انا يعني عملت اللي عليا وحاولت مره اثنين وثلاثه، بس الفكره اني اطلع منه أجرب. اهم حاجه يا اولاد بجد هي طريقه الكتابه اللي هو استخدمها دي. اتفرجوا على الكود مكتوب ازاي واسالوا نفسكم ليه دي بالابيض، ليه دي بالاخضر، طب في الناتج في الراوند دي هتطلع عامله ازاي، يعني ايه راوند؟ راوند اللي هي تقريب، دي داله التقريب، دي داله حطيتها لكم، قرب لاقرب كيلومتر، دي داله يقرب لاقرب وحدتين يا شباب، اللي هي لو طلع الناتج في جزء من 1000 يقربوا الاقرب من 100، يعني دي بتاعه الابروكسيميشن، يعني الفانكشن ده بتاع الابروكسيميشن. يا امال ايه دي داله جاهزه هو حاططها لكم، مش عايز اوجع قلبكم، اسمها داله راوند، بتقرب الامياد الى كيلومترات. لو الناتج القيمه من تحويل من دال ده في شق من 10000 من 1000 يقول لك لا قربوا الاقرب رقمين خانتين يعني، سواء هنا وهنا. فيعني عايز اقول لكم انكم تقروا الاكواد الجاهزه برضو، ده ممكن يفيدكم كتير جدا جدا باذن الله. اوكي تمام يا شباب. الراجل كتر الف خير وبيشرح لكم بعد كده شويه حاجات لطيفه بقى، المعادله التكعيبيه، ده مثال بقى تاني ليكم اهو لو عايزين يعني. المعادله التكعيبيه 3 اكس 3 اكس اس 3 ناقص 2 اكس اس 2 زائد 3 اكس ناقص 1. المعادله دي لو حابب احلها اكتب لها كود يجيب لي قيمه. يا مش عايز اشوفهم تاني يا مستر، ما فكرناش بالاسئله دي والله ما كنت بحبها. عايز اقول لك حاجه بنتي، فرق يعني انك دارس بتتحل ازاي وخلاص، وفاهم فاهم بتتحل ازاي. تعرفي يا بنتي انك لو حولتيها الكود هتبقي عبقريه في الرياضه فعلا، لان الاله هي الكود مش حاجه، انت اللي بتوصلي لها صح. مش عارف ليه انت سمعتي يعني، اعمل ميوت يا ادم. مستر انا مش سامع حضرتك كويس، ممكن تعيد تاني؟ عايز اقول لك يا بنتي ان من جمال البرمجه انها بتعلمك، لو جات لك مساله زي اللي فاتت دي بتعلمك تفهمي تفاصيل المساله بشكل رائع. ليه؟
لانك بتوصفيها الاله والاله ما بتفهمش لوحدها. فطريقه كتابتك للمعادله والذات تتحل دي تبقى انت بقيت عبقريه رياضيات خلاص. لو انت وصفتي له يعني ايه 3 اكس اس 3 دي ناقص كذا الذات تطلع الاكس انت كده بقيتي سوبر في الرياضيات. لانك يعني هتوصفي له طريقه الحل زي اللي المفروض تتعمل من عالم رياضيات مش من شخص عادي. الاله ما بتفهمش الواحد. ايوه انا بعرف احلها بس مش بحب النوعيه دي من الاسئله. يعني انا لو جيت حط السؤال قدامي في امتحان هحله بس مش بحب احله. اه ومزايا البرمجه ايه او مزايا الاله ايه؟ انها تحل لك المسائل الغلسه دي بس بعد ما تديها المفتاح. يعني تعبي بس في انها انك توصفي لها المفتاح وبعد كده اديها اي مساله فيها داله تكعيبيه ويحلها لك على طول. فانت بس هتتعبي في انك تبني النموذج اللي يبرمج عليه. بعد كده خلاص خلص يا شباب السامري بقى اهو وامثله اللي استخدمها في او امثله اخرى يعني. وبعد كده في كويز المفروض حضراتكم تحلوه. تيجي ندرس في الكويز ده مع بعض نختم بيه. ماشي يلا. What is the output of the following code? var equal 2 var equal 3 print var. var هتطلع بكام؟ 3 تبقى 3. احنا هو تجاهل اول بار وما فيش اي اوبريشنز فهذا اللي جابها طلعت 3. احسنتم ما شاء الله عليكم. تعالوا نشوف احنا كده فاهمين ولا لا. سبمت ذاتس رايت. برافو عليكم متشكرين جدا. تعالوا نخش على الكويز اللي بعده. الموضوع دمه خفيف مش كده؟ ما شاء الله يعني. Which of the following variable names are illegal. illegal يعني غير مقبول غير شرعي in Python. في ثلاثه من دول illegal. ثلاثه مش مسموح بيهم. يلا يا شباب. طب مثلا ممكن تجيب كل الاجابات علشان مش شايفه. او حاضر. اول واحد اللي هو واحد بعد كده زيرو بعد كده ينفع. اول واحد ينفع اللي تحت ينفع. لا بس زيرو واحد وزيرو واحد ما ينفعش. ده ينفع. إيه الاوله ماشي الاوله ام مش ما ينفعش. لا لا عشان المسافه ما تنفعش المسافه. لا لا ليه يا شباب؟ ده عشان هو موجود في البايثون كيورد. برافو عليك. ودي ريزيرفد او بريزيرفد كيورد يعني كلمه من كلمات البايثون مش كده برضو ولا لا؟ استنوا الثانيه كانت ديل سمول دي اللي مش مسموح. سمول يبقى الكابيتال ما تنفع السمول ما تنفعش. اه دي الكلمه المحجوزه اللي هي سمول مش كده برضو ولا ايه؟ انا فاكر صح. سبمت ذاتس رايت. الحمد لله. بصوا عليهم بصه ثانيه كده كلكم اكدتوا ان دي ما تنفعش يقينا بدءا برقم ودي ما تنفعش عشان المسافه. اما هنا هتركوا فخ كلمه دين موجوده مرتين اكيد واحده منهم ما تنفعش. اللي ما تنفعش مين؟ الكلمه المحدوده. انا ما كناش لسه ما كنتش لسه شفت اللي تحت فلما شفتها اتسرعت لكن لما شفنا في حد سمول قلت لا يبقى سمول هي دي. انا زيكم قلت دين الاول ما خدتش بالي هي ديلس اللي هي سمول دي هي اللي ايه الكلمه المحدوده لكن كابتل لا. برافو عليكم كلكم حلينا الكويز. في كويز ثاني يلا. السؤال رقم 3 حد يقول لي الإجابة. ده سؤال جميل ودمه خفيف. 11 عشان هما الاثنين سترينج. يعني 11 جنب بعض. هيحطهم جنب بعض. حتى انا ممكن ما اقولش عليها 11 هو 1 يعني. That's right. برافو عليكم. ايه ده معنى كده ان النصوص ينفع تتجمع بانها تبقى جنب بعض يعني؟ اه بس ليه عندكم طلب يعني بلاش اقول على 11 هقول على يعني هي ماشي شكلها 11 بس ما هيش 11 لانها سترينج يعني. ما علينا. يلا السؤال الرابع مين يجاوبه لي؟ يلا يا شباب. لا واحد او ولا 1.0 1.0 عشان عاملين باك فلاش واحده. ايوه اه معاكم حق. 3-1 مظبوط. الحاجات دي بلاش كبير معلش برضه ايه انا اول حاجه قلتها خالص والله 1.0 لقيت فيه 6 و1 وحاجات غريبه كده سمعتها. ده هو ضرب الاثنين في البي الاول يعني ضرب 2 في 3 قلب 6 خلاص ويبقى ايه بتساوي قيمتها القديمه على الناتج ده 6 على 6 في 1 حسبها كده خلاص. بس حاجه غريبه برضو يعني انا توقعت ان انا هطلع غلط ومفروض ان احنا نبتدي بالديفايدد برضو استغربت. ربما يكون ده ليه علاقه بطريقه الكتابه ان عمليه الضرب هي اللي كامله قدامه لازم تتم يعني عدد مضروب في
عدد حسبها الاول، والناتج بتاع ده هو اللي اتحط بقى جوه ايه مقسوم عليه. لا ده هو اللي بيتكلم صح على فكره. تيجي نتفق على حاجه يا شباب، اللي بعد علامه يساوي يتم الاول وخلاص، اللي بعد علامه يساوي يتم الاول بعد كده اشوف ايه. فيبقى الكلام على 2 في 3 ب 6 خلصت، كان المعادله بقت ايه سلاش يساوي 6. يعني ايه؟ هتاخد نفس قيمتها مقسومه على 6 كده. الكلام منطقي صح ولا لا؟ هو اتعامل مع الاي ديفايدد على انها فاريبل واحد، فده فاريبل ودي القيمه اللي هتطلع، فحط الاثنين على بعض فده وبنزين صح كده. تتحسب الاول وتستبدل بالقيمه الناتج يعني، ونبدا بعدها نقرا العمليه الحسابيه كده. هو بيتكلم صح 100%، صح كده يا شباب؟ صح. لو كنا عملنا 2 ديفايدد اللي هي سلاش وسلاش كانت هتطلع انتجر مش فلوت، صح؟ اه مظبوط كده. كده احنا خلصنا يا شباب الجزء ده. فاضل اخر حاجه، هي بتتكلم على حاجه اسمها كومنت. بص كومنت هقولها في كلمه واحده بس، هي نهايه الموديول كله. كومنت يعني ايه الاول؟ ملحوظة. هي دي عشان لما بنكون شغالين في فريق مثلا، فبعرف الفريق يعني فريق ده ان الكومنت دي مثلا حد تاني اشتغل عليه، فبعرفه ان ده بيعمل كذا ده بيعمل كذا. برافو صح؟ برافو عليك. انا بكتب كود هي في الاتش تي ام ال يعني، فزي ملحوظه كده. هي مش بتبان في الرن بس هي بتبقى موجوده بتعرف اللي بيشتغل على الكود. هي في الاتش تي ام ال. الله ينور عليكم كلكم. مع اختلاف بقى شكل الايه العلامه المستخدمه في شكل الكود. يعني هنا في البايثون بتبقى شباك، ما اعرفش في الاتش تي ام ال بيستخدم ايه، مثلا بيستخدم سلاش نجمه ولا بيستخدم ايه، في السي بيستخدم مثلا ايه، يعني تختلف من جوه لجوه. اولا الكود بيبقى مكتوب لحاجتين ليك انت نفسك كمبرمج. تخيلي انت نفسك ممكن تنسى انت كنت تقصد ايه بالكلام ده بعد سنه او سنتين لما ترجع للكود بتاعك. الموضوع شبه ايه؟ شبه مثلا لما واحد يمسك مذكره كان بينقل ورا الدكتور. ده حصل معايا شخصيا وانا في اولى جامعه، كنت بكتب ورا الدكتور بطريقه سريعه كده زي الاختزال. انا فاهم انا بالعلامه دي مقصود بيها ايه وايه وايه، ما كنتش بكتب بالتفصيل. ثلاث سنين من تخرجي لقيت المذكره دي النوته دي موجوده عندي، مسكت الكلام اللي كنت كاتبه ما فهمتش ولا كلمه انا كنت قصدي ايه بالعلامه دي وعملت ايه ليه كده هنا، ما فهمتش. كان لازم اعمل كومنتات. اول حاجه زي ما انتوا قلتوا الكومنت ما بيتنفذش في الرن، يعني حتى لو مكتوب جواه معادله وعمليه رياضيه ما بتحصلش. بياخد لون مختلف عشان يعني يلفت انتباهك انه بره الحسبه. مستو الحقيقيه بياخد لون اخضر في الاس سي ام ال او اصفر حاجه كده مختلف. اه الحمد لله. هو مش بيشتغل في الرن بس ليه كذا ميزه. اول ميزه ليك انت كمبرمج، انت فاكر انت عملت ايه. والله يا جماعه ممكن الكود يبقى طويل جدا يجي عليك وقت تنسى هو السطر ده كنت عامله ليه وكان سببه ايه، يعني انت نفسك. ووارد زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت الكود بتاعك ده يكمل عليه شخص اخر، فلازم لما يبص على الكود يفهم ايه السطر ده. الحاجه الثالثه بقى والاحلى انك ممكن تستخدمه في انك تحيد جزء من الكود من غير ما تعمله ديليت. يعني ايه؟ يعني لو انت جيت تشغل الكود ده في ثلاث سطور اربع سطور بس اللي هتشتغل، الاثنين دول لا دي كومنت، هيشغل السطر ده وده وده ويطلع الناتج بتاعته ببرنت. صح الكلام؟ لو جيت تعمل ران للكود ده وتلاقي لك ايرور، تلاقي لك ايرور، ففي واحد يقول لك ايه لا ده السطر ده غلط يروح لغيه، بعد شويه يقول لك لا لا مش هو ده السبب، طب اكتبه تاني. طب ما بدل ما الغيه واكتبه تاني، طب ما ايه رايكم لو عملت له كده؟ لو حطيت قدامه الشباك حولت الكومنت وابدا مش هيظهر. وفي نفس الوقت عشان لو هو طويل ما مسحوش كله وارجع اكتبه تاني. يبقى كاني بجرب اجزاء الكود مين فيه صح ومين غلط. اللي شاكك ان هو عامل مشكله احط قدامه شباك واشوف الكود هيشتغل ازاي من غيره. والله هيشتغل بشكل افضل، اه يبقى الحته دي هي اللي فيها كلام. لا والله لسه نفس الايرور بنفس الطريقه، يبقى الغي الشباك وارجع الكود زي ما كان. حاجه شبه المعنى ده كده. ده برضو استخدام من استخدامات الكومنت. يعني في مبرمجين كتير او مدربين كتير لما بيجوا يشرحوا لنا الجزء بتاع الكومنت كانوا بيعملوا كده، كان يكتب اكواد كتيره ويجي يجرب في نفس الكود يكتب امثله ثانيه، فيحط شبابيك ما يلغيش اللي عمله، يحط هاش 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 عشان يخليه موجود بس مش رن، يعني ما يشتغلش في الرن. حابب يرجعه ثاني يشيل الشباك. اهلا شباب. مستر هما النجمتين اللي جنب بعض دول بيبقوا باور ولا سكوير روت؟ في المثال اللي فات
لا بصينا كنا عاوزين قبل كده ان النجمتين كانوا باور، دلوقتي هو بيقول instead of the square root. بص يا بنوتة، ما هو قص نص، قص 5 من 10 يعني جذر، اي حاجة قص نص تكافئ السكوير روت يا بنتي. ايوه هو بدل ما اقولها لك يعني احنا لو عملنا عملنا باور 0.5 هو كده جاب السكوير روت بتاعه. برافو عليك، يعني كانه كانه السؤال ده كده ان السي عباره عن الجذر التربيعي للكلام ده، مش كده ولا لا؟ فبدل اقص زي ما انا بتكلم كده بقول لك على السكوير روت اوف ذا فاليو بتوين ذا براكتس بس، صح كده بنتي؟ صح تمام، شكرا لحضرتك. العفو العفو، خلاص انا بخلص اهو بندي. بصوا الجمال اهو، المثال ده واضح قوي. This is a test program، دي حاجه بيفكر بيها الناس يا جماعه، دي مساله يعني بختبر بيها. عرف فاريبل واداله واحد، وفاريبل تاني اداله اثنين، وعايز يطلع برنت 1 + 2 = 3، خلاص على كده. بس كتب لنفسه كده ان هو ايه يعني في عمليه جمع بالتم، كتبها لنفسه مش اكتر من كده، كلام سهل يعني ما فيهوش اي حاجه. بيقول لك دلوقتي حاجه حلوه قوي، if you would like to quickly comment or uncomment multiple lines، يعني انت خدت معايا ان الشباك ده بيعمل ايه، بيخلي السطر واحد بس هو اللي يبقى كومنت. طب لو انت عندك كذا سطر عايز تعملهم كومنت وبسرعه، تعمل ايه؟ ظللهم ودوس من الكيبورد شورت كات كي كده كنترول زائد سلاش، هيتحولوا كلهم لكومنتات. تعالوا نجربها عملي مع بعض. لو انا خدت ده كده اهو كوبي وفتحت الكونسول بتاعي، انا احب دايما اي حاجه ابقى مش فاهمها مش واضحه بالنسبه لي احطها في الكونسول بتاعي، وهشيل كل ده. اولا طبعا لما شلت الكومنت ده هيديني مشكله، ده مش كود كده ولا لا؟ ايه ده يا مستر، هي از دي كيورد في البايثون؟ كانت موجوده من ضمن في الصندوق بتاع الكيوردز. اعتقد ان السطر الاولاني ده هيعمل لي مشكله، عشان ده ايه ده ان شاء الله. بص ما فيش حاجه مش معرفه، invalid syntax. برافو عليك. طيب لو انا بص يا شباب، لو انا عملت كده كله ودوست دلوقتي من الكيبورد، انا هفتح لكم الكيبورد بتاعتي عشان تبقوا شايفين بدوس عليه. رحت دايس كنترول سلاش. برافو عليك. لو انا دوست دلوقتي كنترول، الكونسول راح مني فين؟ كنترول وعلامه سلاش كده، كله بقى كومنت في لحظه واحده، شايفه؟ كلهم بقوا في دقيقه بقوا كومنت. طب عايز ارجعهم تاني نفس الزرار كنترول وانا مزرهم وسلاش، اتشال الكومنت ده اللي هو عايز يقوله. وصلت؟ وصلت. يبقى انت لو عندك 3 4 سطور كلهم عايزهم تبقوا يبقوا الكلام ده بيستخدم في ايه؟ لو انت كتبت كود مساله زي دي وبعد شويه سطرين ثلاثه كتبت مثال تاني، فعايز تخلي الدنيا ما تبقاش زحمه، تخلي المثال ده موجود بس ما يظهرش في الناتج، فتروح عامل محول الكومنت بس كده، ووراه تكتب مساله ثانيه. فاهمين قصدي؟ بدل ما تكتب كل مساله في الكونسول خليهم كلهم في كونسول واحد، بس اللي فيهم هيبقى في الران اللي مش محطوط قدامه الشبابيك بتاعته، بمعنى شبه كده يعني. اهو اقربها لكم شويه، بصوا كده غيرت انا في المساله ولا لا؟ كده خليتها طرح مش كده؟ هينفذ اللي فوق ولا هينفذ اللي تحت؟ هينفذ اللي تحت بس، الناتج هينفذ اللي تحت. في غلطه بس هنا اللي هي this is، دي مزعلاه قوي. line 1 this is a test program، دي هي لسه موجوده. مستر اعمل ريفرش للكونسول. لا اعمل ريفرش للكونسول عشان هو كده جاب القديم اللي هو الريفرش اللي تحت. لا مش دي اللي تحت عند الكونسول. ما هي اللي فوق يا بنوته بتشيل كله. انت قصدك هنا؟ فهمت قصدك، برافو عليكي ما شاء الله. هي اللي فوق ريفرش للكود، اللي تحت ريفرش للكونسول، انا جربتها اللي هي النتيجه اللي بتطلع أحسنت. تحت في الرن. احسنت يا بنتي. طب انا عملت بقى كده، بصوا نفس المساله مكتوبه مرتين، بدل ما يطلع لي يحسب لي المسالتين، لا انا عايزه كل واحده لوحدها، فخلي واحده كومنت والثانيه بعد كده ايه ترن لوحدها، بدل ما يطلع 3 وبعد كده سالب 1. طب مش عايز اشوف المسالتين يعني، مش عايز اشوف المسالتين. اعمل بنصيحتك بقى، اتعلمت منك حاجه جميله ايه ما شاء الله. ينفع اعمل كده واقول له لا مش عايز اشوف دي؟ شكرا يا لا بجد والله، جزاك الله كل خير. بصوا انا حيدت كده المساله دي صح ولا لا؟ كده لما اعمل ران هيشغل اللي فوق بس وما لغاش اللي تحت، بس احولها بس الكومنت. عايز اشغلها تاني اقول له ولا يهمك، اهو ارجع تاني وشيل الكومنت. يبقى دي حاجه جميله ورائعه جدا، كنترول وسلاش
بتخلي كتله من النص المتحدد يتحول كله لكومنت او يتشال عنه الكومنت. سهله يا جماعه؟ خلاص احنا خلصنا على الفكره كده. تمام يا مستر. خلصنا الموديول رقم 2. في مساله يعني انا مش هضغط عليكم انتوا في العيد طبعا العام طيبين خير، بس رجاء يعني لما تفضوا حاولوا تشوفوا السيناريو اللي بيوصفه ده، وهو برده كاتب لكم كود جاهز اهو وبيقول لكم بس اشتغلوا عليه شويه في موضوع الكومنتات. يعني بصوا كده الكود ده مكتوب بطريقه ازاي، بصوا في كام كومنت، ده حتى سطر برمجي بصوا ينفع احط جنبه كومنت عشان افهم السطر ده يقصد بيه ايه. تفاصيل كتيره قوي، مفيش مبرمج ما بيحطش كومنتات يا شباب مهما كان عبقري، مش حاجه اسمها انا فاهم واللي بياخد مني الكود ورايا لازم يبقى فاهم الاخر والا يبقى مش عارف ايه، مش الكلام ده. ده بالعكس الكود اللي ما فيهوش كومنتات يبقى انت مش مبرمج، كلنا بننسى كلنا بنتلخبط وهكذا. ده ملخص. لسه عندي سؤال. امال يا بنت، هو احنا كده خلصنا محاضرات؟ لا بصي احنا كده في اسينشالز 1 فاضل لنا موديول 4 اخر جزء، موديول اسف 3 و4 هناخد فيه اللوبس وفور واف ووايل والكلام ده، والموديول 4 ده اهم موديول بتاع الفانكشن، بس دول هيبقوا بعد العيد ان شاء الله. نخلصهم في محاضرتين وناخد الامتحان الفاينل بتاعه بتاع الاسينشال 1. هو الامتحان هيكون من اللي هو الكورس نفسه ولا امتحان هيكون على جوجل على مايكروسوفت فورمز؟ لا لا هو الكورس نفسه. مستر هو الامتحان هيبقى اسئله كده؟ اكواد واسئله وصح وغلط ومن ده على ده، يعني بيبقى عدد من الاسئله كبير شويه والزمن بيبقى طويل شويه، ممكن يبقى مثلا ساعه، ممكن يبقى 60 دقيقه، ممكن يكون 30 سؤال او 40 سؤال حاجه زي كده. طيب حلو في ساعه يعني. مستر طب ممكن تبقى تنزل لنا تدريبات على جروب نتدرب عليها علشان يعني ما نحس ما نستطعش. طيب مستر ابعت الرابط بتاع كويزز ده، لان كويزز ده كنت انا الحصه دي ما عرفتش احضر فحضرتها مسجله وما كنتش عارفه اجيب الرابط. عينيا حاضر. ماشي يا شباب، يلا نحل مع بعض طب الكويز ده ممكن نختم بيه. What is the output of the following snippet؟ كلمة snippet يعني هيكتب string hashtag 2. تمام برافو عليك. تمام. What will happen when you run the following code؟ الكود ده لو عملناه يطلع ايه؟ هيكتب print hello. هيكتب error. طب بص يا بنوته قبل ما تقولي ايرور، في شباك فوق فتح شباك وقافل بشباك، دي معناها ان المالتي لاينز دول اعتقد معناها ان المالتي لاينز دول كلهم كومنتات ولا لا؟ انا ناسب صراحه. ايوه هلو لان هو لا هيطلع ايرور لان هو مش عامل مظلم، يعني هو ظاهر الكلام وفي مسافات وكده. حلو قوي يا بنتي، معنى كده انك ما ينفعش تبدا بشباك وتنهي بشباك وتقول ما بينهما بقى، هو كده فاهم ان ده بس هو اللي ايه اللي كومنت بلانه ما صللهاش. طب والهاش دي معناها ايه؟ معناها ان اللي كتب وراها هو اللي هيبقى كومنت وهي ما فيش وراها حاجه، لكن كده الكلمه دي والكلمه دي كده طلعوا باللون الابيض ففعلا برافو عليك كلكم ما شاء الله. خلاص ما فيش حاجه تانية. ان شاء الله هبعت لكم كده شويه حاجات على الواتساب معايا، وانتوا كمان تبعتوا لي يعني اللي بالنسبه له شايف الحاجات دي قدام عينه سهله وبسيطه ممكن يحاول يسبقني بخطوه ويبعت لي اجابه بتاعه التاسكات كده بتاعه الكويزز الصغيره دي. ماشي يا شباب. تمام. ممكن حضرتك تبقى تبعت اسامي الدروس اللي هي علينا فيها واجب يعني الرقم بتاعها عشان دورت وتيجي. حاضر عينيا. والله انا عايز اعمل حاجتين كده، انا عايز ابعت لكم الحاجات اللي المفروض تعملوها التاسكات يعني، وكان نفسي نجهز مع بعض كده نعمل مع بعض كده بي دي اف بخلاصه اللي احنا حكيناه ده معايا يا شباب، يعني بدل ما والله بتكلم بجد، وانتم كمان ممكن تساعدوني وانشره لكم على صفحه المركز اقول شغل مجموعه الطلاب المجموعه الاولى في بايثون واقول بقى اساميكم، يعني نقول والله اللك الكتير ده بدل ما يتقرا من الكورس مع ان انا لما قريته استفدت، لكن برضو يعني ممكن بالنسبه لطلبه ثانيه يلخبطهم شويه، ممكن احنا نحوله البي دي اف لطيف كده بالذات في طلبه بتتلخبط في الانجليش يعني بتبطل مش عارفه تقرا بالانجليش فعايزاه تبقى عربي مثلا او كده، دي برضو ممكن تنضاف ان احنا نحط الكود
الكود نفسه بالانجليش والساين تكس والتعبيرات اللي لازم تبقى انجليزي زي ما هي بالانجليزي، بس نحط شويه تعريب للدلالات والشرح والمعنى، فيطلع حاجه لطيفه يعني، شغل محترم يعني. عشان تبقوا في الصوره، في سيسكو الخاصيه دي معموله بجد من دول كتير، افراك وبولنديين واسبان، مسموح ان هم يحطوا محتوى في الريسورسز، يعني مسموح لنا نخزن هنا في معذره نخزن في الريسورسز. معايا يا جماعه؟ تمام يا مستر. تمام، شكرا لكم جدا، كل عام وانتم طيبين وبخير يا شباب. مستر يعني كل واحد هيكون له جزء يلخصه ولا نلخص اللي احنا عايزينه؟ لا ده انا بقى ممكن اخد العناوين الرئيسيه زي ما زميل لكم قال لي الفكره دي، بدل ما نسيبها عايمه كده هحط انا عناوين رئيسيه كده، واطلب كل واحد يختار نقطه منها، بس هنعملها زي استطلاع راي يعني، اللي هيتم اللي هيختار نقطه خلاص ما حدش ثاني يدخل عليها. بس انت هتاخد النقطه دي بقى علي. ونجمع الشغل بتاعكم ده مع بعض، ايه رايكم؟ تمام يا مستر، بس ينفع بعد العيد؟ بس ينفع اكيد بعد العيد باذن الله، ما فيش مشكله دي. بس هيفرق معانا جدا. تمام يا مستر. ان اول فوج او اول مجموعه خدت معانا البايثون من الطلبه طلعت تارجت، مش بس خدت الامتحان وطلعت لها شهاده، لا طلعت حاجه للي بعدها، ممكن نسميها بعد كده. ايوه عشان ممكن ما يبقاش في ورشه عمل او كده او يحصل ظروف، فبرضه ما يبقاش في فرق مثلا ان احنا خدنا وناس تانيه لا، فيبقى في مساعده برضه. صح، ده حاجه. الحاجه الثانيه كمان ايه يا شباب؟ ان احنا ممكن بعد كده الكونتنت اللي مرفوع ده زي ما قلت لكم يعمل ايه، يضاف لسيسكو نبعته للوزاره شغل الطلاب بتوعنا. حاجه اخيره، اي حاجه بتعملها بايدك انت نفسك مهارتك فيها بتعلى، يعني انت كمتلقي بتسمع حاجه وانك بتجرب بايدك حاجه وانك بتعملها بتلخصها او بتجهزها عشان تشرحها لغيرك، دي حاجه اقوى واقوى. صح ولا لا؟ صح. يعني عايز زي كاننا بنشرح لحد، انا عشان اثبت المعلومه بشرح اللي انا بذاكره ماما. وصدقا والله يا جماعه انا دلوقتي معاكم في البايثون اسينشلز، انا خدت الكورس ده قبل كده على فكره وخلصته، بس انا وانا معاكم دلوقتي انا دلوقتي باخد الكورس بطريقه مختلفه غير لما خدته مع نفسي كده، سامحوني في الكلمه كما اتفق، اللي مزعلني مش فارق معايا، يلا طالما جاوبت وجبت درجه نجاح مفيش مشكله انا مستعجل. مثلا خلاص جبت 80%، ما سالتش نفسي طب ال 20% دي كانت ايه سببها؟ ايه الغلطات بتاعت ما اهتمتش؟ عندي مشاكل كتيره. لكن وانا معاكم في الكورس الامر اختلف، طب ليه طلعت 1 ما طلعتش 9 زي ما انا قلت؟ عشان عمل كذا. الامر بيختلف لما تشرح لغيرك. مهارتك بتعلى اكيد. ده اللي عايز اوصله يا جماعه. شكرا ليكم، كل عام وانتم طيبين وبخير، نشوفكم على خير ان شاء الله بعد. اتفضل انت. هو ينفع حضرتك تنزل المحاضرة دي مسجلة؟ عشان كان في أول المحاضرة كان النت عندي ضعيف. أنا يا الاثنين هبعت المحاضرة دي الأول، والثانية الثانية بتاعت امبارح بس كانت عايزة أصقصة شوية عشان كده متأخر فيها، لكن بتاعت النهاردة هبعتها على طول بإذن الله. بس نخلص هعمل لها داونلود. شكرا يا شباب، شكرا، بالتوفيق يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستر ما تنسناش لو سمحت في التدريبات. عينيا حاضر، عينيا. تدريبات ايه يا هي يمكن قصدها تدريبات الثانيه بتاعه طور وغير لما تبدا ان شاء الله، في تراكات ثانيه هتبدا بعد العيد او بعد الثانويه العامه، فهبقى افكركم بيها باذن الله. لا يا مستر انا قصدي تبعت لنا حاجه نتدرب عليها على يعني شبه الامتحان. فهمت يا بنتي، حاضر، عيني. وبعت لنا برضه يا مستر الانشطه اللي هتبدا. حاضر يا بنتي، عيني، حاضر. شكرا ليك. شكرا. هي بتنزل على مركز التطوير التكنولوجي، وبينزل برضو محاضرات تانية تقريبا، كان في ماينكرافت وفي مايكروسوفت وان درايف، كان في كذا حاجة. مظبوط كده يا بنتي، الله ينور عليك، الله ينور عليك، ما شاء الله ما شاء الله. أنا متشكر لكم جدا إنكم دخلتوا في يوم الوقفة يعني، وأكيد البيت كله مشغول، وده ليه تقدير كبير قوي عندي. شكرا لكم جدا جدا يا أولاد، وكل عام وأنتم طيبين جميعا بخير. سلام حضرتك طيب يا دكتور. أنت طيب والصحة والسلامة. حضرتك طيب يا مستر. طيب يا مستر. شكرا لكم جدا يا اولاد وبنات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام.